أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تعاضون على وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا
وجيء يومئذ بجهنم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين
ولسانه وشفتيه وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم وما أدرك ما العقبة رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشى والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن والليل إذا
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فحدث لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها السادة تنتهي هذه التلاوة المباركة لآية ذكر الحكيم من الشيخ مصطفى إسماعيل، نقلناها لكم في ليلة عيد الفطر المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.